هو الجديد، هو الجديد القديم هو انه كاين بعض الناس كيرفعوا دعاوى ديال الاعتداء المادي في مواجهه الجامعه، لانه فعلا وقع عليهم اعتداء مادي ومن حقهم، والقضاء تينصفهم وتعطيهم حقهم، ولكن كاين بعض الناس الذين نعتقد انهم يتقاضون بسوء نيه ويستعملون القضاء من اجل الاطراء الغير مشروع. كاين هذا الجزء هذا حتى هو كاين، جوجهم كاينين. اللي مهم عندنا حنايا هو اننا كنحاولوا ما امكن اننا نقوي من الموقف ديال الجماعه خلال مراحل التقاضي، وهذاك الشيء كان كيطلب منا واحد شويه ديال تكوين الموظفين، اننا نكثروا شويه من الموظفين ذوي الاختصاص، اننا نكثفوا من التنسيق ما بين المصالح الداخليه ديال الجامعه ما بين الشؤون القانونيه والمصلحه ديال التعمير، نكثفوا ما بين من التنسيق مع المقاطعات الجامعيه، نكثفوا من التنسيق مع المصالح الخارجيه خاصه الوكاله الحضريه، وهذه امور الحمد لله عطات النتيجه ديالها. بالمناسبه وهذا رقم غير مسبوق، العدد ديال الملفات التي تم رفض طلبها على مستوى المحكمه راه كيفوق 700 ملف، وهذا امر غير مسبوق. بطبيعه الحال الاحكام اللي هي اصبحت مكتسيه لقوه الشيء المقدبي احتراما للقضاء ولسلطه القضاء واستقلاليه القضاء وتنفيذ الاحكام التي تصدر باسم صاحب الجلاله الله يعطيه العز، احنا كننفذوها. كانت مبالغ بسيطه كننفذوها في الاجمال، كانت مبالغ مهمه كنجلسوا مع الناس كنتفاوضوا معهم وكنديروا ما يسمى بالتشطير بطبيعه الحال بالتنسيق مع المحكمه. وفي اطار هذه المفاوضات نجحنا الحمد لله خلال هذه السنه انه بعض الناس عبروا على ما يمكن نسميه بحسن النيه وتنازلوا على بعض المبالغ، جزء من المبالغ المحكوم بها وصلت اليوم الى المليار ونص، لكن يبقى دائما الموضوع ديال الاحكام المرتبطه بالاعتداء المادي سرطان ينخر الميزانيه ديال الجامعه ديال الدار البيضاء. عدد الناس عابوا على الدوره ان العدد ديال النقاط المدرجه في جدول الاعمال كثيره 97 نقطه، وفيها جزء كبير ديال النزع الملكيه. النزع الملكيه كناخذوه جوستومون هاد القرارات باش ما نديروش الاعتداء المادي. الاعتداء المادي وانك كتستولي على واحد الارض بموجب حق تدوز فيها طريق بدون موجب حق، كتدوز فيها طريق ولا دير فيها اسباس فيغ ولا شي حاجه. اليوم حنا واخذين على عاتقنا اننا ما كندوزو حتى شي طريق، ما كنديرو حتى شي اسباس فيغ، اللهم الا كانت المسطره ديال النزع الملكيه خدات المجرى ديالها. اللي نبغي نذكر به ارتباطا بهاد الارقام اللي سمعتو اللي هي مغوله ومهمه جدا، جزء كبير منها راها اعتداءات ماديه واقعه قبل نظام وحده المدينه. وجزء مهم منها راه في اعتداءات ماديه للفاعل ماشي هو الجماعه، كاينين بعض المؤسسات، ولكن باعتبار الجماعه هي ذات الاختصاص كتحكم المحكمه ضد الجماعه ديال الدار البيضاء. نتمنى اننا نوقفوا هذا النزيف، ولكن حتى الناس خصهم يعاونونا شويه بحسن نيه، واحد شويه ديال الحس مواطناتي، ويتفاداوا انهم يتقاضوا بسوء نيه او لا يديروا محاولات ديال الاطراء غير مشروع. هذا الشيء راه ما خدام شيء لا ليهم ولا لينا. اذا كان هو غيصور مليار فرنك ويخرج ويلقى الدار البيضاء ما فيهاش ما زادتش 600، راه ما عنده ما يدير بها.